طبعا التقارير الأممية تشير بأن أخطر مخيم في العالم هي مخيم الهول في سوريا. هذا المشهد من مؤتمر صحفي عقد في ناحية زمار بالعام الماضي، وذلك رفضا لنقل عوائل عناصر داعش من مخيم الهول السوري إلى مخيم العملة في ناحية زمار. وعلى أثر ذلك حدث رفض شعبي وعشائري من أبناء تلك المنطقة حتى تريثت الحكومة بهذا الموضوع. لكن ملف هذه العوائل يعود إلى الواجهة مجددا بعد أن كشف النائب شيروان الدبرداني عن مساعي لنقل 100 عائلة إلى مخيم الجدعة الواقع جنوب الموصل. كنواب نينوى ممثلين عنا نواب نينوى، وراح نقفل مع ايدينا بايدين اخواننا واهلنا وعمامنا الشيوخ، وامر الشعب يغلق المخيم. هذه العوائل وصفت بقنابل موقوتة وتحمل فكرا متطرفا ولم تؤهل حتى اليوم، وستنقل بحسب مصادر مطلعة في مطلع شهر آيار المقبل. وكل هذا يحدث وسط رفض شعبي من أبناء المدينة. راح يشكل قنبلة موقوتة، يعني احنا نطالب انه بعدم سماح نقل مخيم الهول الى جنوب الموصل، لان جنوب الموصل وشمال الموصل وغرب وشرق مهما بكافة الاطراف راح يشكل خطر. فاحنا نطالب من الجهات المعنيه بعدم نقل هذا المخيم لجنوب الموصل، لان الكل تاذت بسبب داعش. احكي لك اياها بصراحه، الكل تاذت ويريدون يجيبوا لنا هالنوب من سوريا على الموصل المخيمات وهالي عوارض داعش، لا والله راح يسبب لنا قنبله موقوته، وهذا الشيء يعتبره خطر في خطر. الحكومه المحليه في نينوى تعيش في صمت وكان شيئا لا يعنيها، والشارع متخوف من قادم الأيام. أما الرفض المجتمعي يبرر بأن جثث الأبرياء ما تزال تحت الأنقاض، وعوائل المتطرفين تلقى رعاية حكومية. الضحايا موجودين بعدهم تحت الأنقاض. اليوم أنت تريد ترجع من عوائل من قتلهم وسلم حرياتهم ومن قتل كل الابتسامة الموجودة في مدينة الموصل، اليوم تريد ترجعهم إلى المخيمات معززين مكرمين يصرف عليهم من قبل المنظمات، على أي أساس؟ حاليا دواعش مخيم الهول غير مهيئين نفسيا. الشيء اللي نشوفه انه لحد الان ما زالوا متمسكين بالفكر الداعشي، ما زالوا لحد الان يعتبرون العالم الاخر هم كفار، ومن يكون معهم هو داعشي وهو ارهابي وتكفير، ومن يكون ضدهم هو هدف راصد لهم. وما بين الرفض الشعبي والتحذيرات النيابية يبقى التساؤل مطروحا، ما هو مصير هذه العوائل بعد نقلها من مخيم الهول الى مدينة الموصل؟ ومن سيتكفل بإعادة تأهيلها بعد مرور 7 سنوات من العيش تحت عباءة التطرف؟ من الموصل، محمود الجماس، قناة التغيير.